طبعا اللجان في النادي الاهلي يعني كل فتره بنحب ان هي تكون معانا، لان بيعملوا فعلا شغل حلو جدا، ويبقى مهم ان الجمهور يشوفوه. بس احنا اول مره يمكن نعمل عن اللجنه الفنيه والديكوباج يعني، فخلينا نفهم من حضرتك ايه بالظبط ده. والله انا هدي بس يعني نبذه مختصره كده الاول عن الديكوباج. هو فن ظهر في الصين زمان جدا للفقراء، ان هم يستخدموا قصاصات الاوراق اللي عندهم يزينوا بيها اي حاجه عايزين يزينوها. بعد كده اتنقل لفرنسا وابتدى اسمه ديكوباج، واتعرف بالاسم اللي كلنا عارفينه حاليا. بس احنا بندخل عليه خامات جديده، وانا بحبيت استغله ان انا اعمله ريسايكل لحاجات كتير قوي عندي في البيت، ونغير من شكل حاجات كتير قوي موجوده عندنا في البيت. اما بالنسبه لمشاركتي في الكورس بتاع النادي الاهلي، انا كان بقالي فتره بحضر ايفنتات كتير قوي بيعملوها، كنت معجبه قوي بيها، وكنت دايما اسمع رئيسه اللجنه استاذه انهار بتدعو كل ستات لجنه المراه ان احنا نشارك، وان احنا اسره كلنا مع بعض، ان احنا نشارك ده، ومش هم بس لجنه المراه، يعني لجنه المراه كل اعضاء النادي الاهلي. وبما اننا عيله مع بعض، وبما اني بحب النادي الاهلي جدا جدا وفي قلبي، فحبيت ان انا اشارك كل العضوات معانا ان هم يتعلموا فن الديكوباج ده. يعني ده انا بدي كورس بره، بس حبيت ان انا اعلمهم بقى، اعلم حبايبي زي ما بيقولوا. علمتيهم في فتره قد ايه؟ يعني كان في المده الزمنيه بتاعه الدوره كانت قد ايه؟ وحجم الاقبال وعدد المشاركين فيها؟ لا، هو الاقبال انا ما كنتش متخيله انه هيبقى بالشكل ده بصراحه، يعني الاقبال كان كبير جدا جدا. وبيطالبوا في بقيه الفروع كمان ان يبقى في كورسات تانية هناك ان شاء الله باذن الله، ده هنظبطه مع لجنه المراه باذن الله. بس هو كان يوم واحد، احنا عملنا ورشه عمل يوم واحد بمشاركه معظم سيدات الاهلي. حبينا ان احنا نعلمهم المبادئ اللي يقدروا يمشوا على نهجها بعد كده، وان شاء الله يبقى لينا يعني ستابس كتير قوي نشتغلها مع بعض باذن الله ان شاء الله. بس حلو جدا.